هل تقدر تأكد أو تنفي أن العمالة منتشرة داخل ما يسمى بصحفيين في هذا في الوسط في الداخل؟ شوف راح نقول لك معلومة متأكد. في الجزائر باش تكون رئيس تحرير في جريدة عمومية أو جريدة خاصة مستحيل يتم تعيينك إلا بموافقة المخابرات الجزائرية. مثلا نعطيك مثال، سميرة بالعمري رئيسة تحرير جريدة الشروق كان فيها عندها خلاف حاد مع محمد يعقوبي لما كان رئيس تحرير الشروق، ولكن هي بعلاقتها مع ضباط المخابرات استطاعت أن تليكيديه، تدي هي رئاسة التحرير بالتوازي مع جمال الإعلامي، ثم لاحقا جمال الإعلامي إكارتته تم توقيفه وتعيينه لاحقا مدير عام لجريدة المساء، ثم حاليا على ما أظن تم تعيينه في جريدة الشعب في مكان مصطفى هميسي. يعني مستحيل كل رؤساء التحرير في الجزائر هم عملاء لدى المخابرات الجزائرية، وهذه معلومة مؤكدة 100%. هذا فيما يتعلق برؤساء التحرير، لكن فيما يتعلق بالصحفيين فيهم وعليهم، تقدر تقول فيهم وعليهم؟ لا، في أحرار نسبة ضئيلة، نسبة أحرار صحفيين سواء صحفيين في العاصمة أو مراسلين، في أحرار ولكن نسبة قليلة، أما الغالبية فيهم عملاء أكيد، ممكن عملاء عند الشرطة، مش الشرطة يكون عند المخابرات، عند المخابرات فيه عملاء ليرجي مثلا في وهران، فيه كتير صحفيين مراسلين هم يضلوا مجمعين في مكتب عبد الرحمن مكلف الإعلام سابقا لأمن ولاية وهران، كانوا يضلوا مجمعين عند نواصري صالح ويهزلوا المعلومات مجانا فقط للبليزير. طبعا انت تعرف الموضوع مليح في وهران لانك من مواليد وهران، انت ابن وهران واشتغلت طول عمرك تشتغل في وهران خاصة يعني، وبالتالي نعم وما جاورها، وبالتالي تعرف الموضوع مليح الان، وعمرك الان 34 سنة ما شاء الله. طيب مرتها الان اراك كان بدا وظفك اذا شئنا نعبر بين قوسين وظفك صالح العقيد صالح باش تصبح عميل عند الديراس في وهران، ودار لك ضابط اللي هو اصبح لوفيسي تريتون تاعك، هل تتذكر اسمه هذا؟ قلت لي زينو. اسمه زينو، زينو يعيطوا زينو ولكن اسمه ماهوش زينو. صحيح، هو يسكن في الحاسي وسكان الحاسي كلهم يعرفوه. هل عندك اشياء معينه اخرى طلبوها منك؟ كنت نلتقي به في مقهى مدينة جديدة المقابلة لمتحف أحمد زبانة، ثم كان عن مكان الالتقاء بيننا بكل سمانة ولا سمانتين نتلقى تم من عنده ونديم تعليمات من عنده. طيب ما عدا قضية التهجم على الأحرار، تهجم على قضية الدولة المدنية، نشر قضية الزواف إلى آخره، هل طلبوا منك أشياء أخرى ديرس؟ هل طلبوا منك أشياء أخرى؟ فيه امور كانوا يطلبوا مني انني امور اخلاقيه على شخصيات في وهران برلمانيين وائمه مشهورين، يعني نعاونهم باش نوقعوا بهم باش نجيب عليهم معلومات. انا عارف راك مره تحفظ، احنا كلنا نتحفظ على القضايا الاخلاقيه خاصه وخاصه نعم المشاهدين، يعني امور اخلاقيه دنيئه يعني ما نحبش نحكي عليها، يعني في فساد اخلاقي عارم في الجزائر، فيه ائمه، فيه برلمانيين، فيه يعني امور اخلاقيه فظيعه يورطوهم ومن بعد يشدوا عليهم ملفات، يعني انت كنت تساهم في توريطهم يعني بصفه معينه، مش ما كنتش ما تعمقتش لاني مراهب من سنه تم سجني، يعني ما قعدتش بزاف في هذه الامور، ولكن حاجه شهاده اني نقولها انه عدد كبير من البرلمانيين واللي حاكمين، مثلا مدير الانباء الجزائريه سمير قايد اللي هو حاليا مدير وكاله الانباء الجزائريه راهو عميل عند المخابرات الجزائريه وحاكمين عليه. سمير قايد عليه ملفات اخلاق. نعم، هو المدير الحالي لوكاله الانباء لابياس، كان مدير جهوي في وهران وثم بتملقه وتزلفه للمخابرات وعلاقته مع بالحمر وزير الاتصال السابق تم تعيينه كمدير عام لوكاله الانباء الجزائريه حاليا. وفي الغالب قبل ما يعطوهم هذه المناصب يورطوهم في قضايا اخلاقيه، يورطوهم اما مع نساء واما في قضايا شذوذ جنسي، يعني اظن انك فهمتني واش نقصد. نعم نعم.
ويكونوا عندهم شادين عليهم ملفات ومن بعدين يوظفوهم في يعني لما يورطوهم بعد في الغالب يعطوهم مناصب اعلى والله وش يحدث؟ اكيد كل ما يكون فيه فساد اخلاقي اكثر وعندهم ملفات عليهم كل ما يطلعوهم في المناصب. مثلا في شخص اللي هو حاليا مكلف بالشؤون الخارجيه في رئاسه الجمهوريه من منطقه تلمسان، كان مدير كناس الكازورون كما نقولوا الضمان الاجتماعي في وهران، قبلها كان عامل بسيط في سوناطراك، ولكن بالتدريج تم تعيينه كاطار سامي حاليا في رئاسه الجمهوريه يعني بواسطه امور اخلاقيه. عندك اسمه؟ اسمه راني نسيه من بعدها اسمه مهدي، اللقب تاعو نسيته. هو والده كان عقيد سابق في الجيش وامه كوافوز حلاقه. هذا ورطوه وذكره مسؤول في الرئاسه في 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 قضايا الشؤون الخارجيه داخل الرئاسه يعني. لا هو حاليا موظف راهو في رئاسه الجمهوريه مع عبد المجيد تبون. كمستشار تعتقد ولا؟ نو مش مستشار، هو موظف فقط في العلاقات الخارجيه. هذا من بين الامثله تاع التوريط الاخلاقي ومن بعد يعطوهم مناصب. نعم. يعني مثل هذا تاع لابياس. تاع لابياس واش اسمه هذا اللي راه موجود الان؟ اسم الشخص اللي نحكي عليه؟ تاع لابياس. نعم وكاله الانباء الجزائريه. ايه سمير قايد عنده صور مع نساء علاقات غراميه وهزين عليه، لان لو كان ما يكونوش هزين عليه ما يديروش مدير وكاله الانباء. يعني هذه القاعدة، يعني باش يتعين في منصب مهم لازم يكون عنده ملف أخلاقي. لازم واحد يكون نظيف ويكون ما حازين عليه والو، مستحيل أنه يدي منصب في الجزائر في مع نظام الفويوهات. هذه التجربة اللي خرجت بها أنت أكثر من 10 سنوات وأنت معاه. 10 سنوات وأنا في وهران، وكنت نتنقل العاصمة وعندي ما عنديش تجربة. 10 سنوات ما هيش تجربة كبيرة، ولكن هذه خلاصة اللي استنتجتها طيلة فترة عملي في هذا النظام. لا 10 سنوات في الحقيقة تجربة كبيرة، لأنه هذه الحاجات ممكن بعد 10 شهور سنة سنتين الإنسان أصلا يصبح يتأذى كي يكون الإنسان، لكن 10 سنوات عموما. قبل ما نروح إلى موضوع الانتخابات تاع، أنت كنت أشرت لي أيضا في إطار ما دام رانا نتكلموا على هذا الفساد العارم اللي تشرف عليه المخابرات أساسا، قلت لي باللي هذو بين قوسين يسامحونا الناس الكباريات، يعني الملاهي الليليه. الملاهي الليليه هذه قلت لي هي فساد عارم بطبيعه الحال، لكن قلت لي الملاك نتاعها في الغالب ما همش الناس اللي ظهروا في الصوره، صح؟ نعم استاذ، فيما يخص الملاهي الليليه او الكباريات، نعتذر على اللومو على الكلمه، في وهران الملاك الحقيقيين للملاهي الليليه ما نسمي لك لاسيندا، لافياي، الجوهره، بوريفاج، كلهم يعني في كثير من الملاهي الليليه الملاك الحقيقيين هم اما عسكريين ضباط تامين متقاعدين او وكلاء جمهوريه وضباط، يعني هذه المعلومه ما تخفاش على احد. وضباط المخابرات يظلوا سهرانين، يعني تم موجون ويضلوا سكرانين تما ويتريتوا لي زافير تما، يعني في الملاهي الليليه، ويدخلوا اموال طائله ويعملوا ابتزاز ويعملوا كل هذا. يعني الملاهي الليليه هي عباره عن بيع اللحم الابيض اذا شئنا، والفساد الاخلاقي يشرف عليه ضباط مخابرات، ولكن هل ضباط الدرك وضباط الشرطه متورطين ايضا ولا فقط ضباط المخابرات؟ ايضا لا 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 لا، حتى ضباط الشرطه في ضباط فاسدين، من بينهم كانوا معي في المؤسسه العقابيه لمدينة جديدة، تم سجنهم، يعني خدموا بهم وبعدها سجنوهم، تاع البياري، في ايضا في الضباط في الدرك الوطني، ايضا فاسدين. هذو كلهم في هذا الملاهي الليلي. المخابرات هي اللي تعلمهم السحر، هي المثال الاكبر لهم. يعني القياده الرئيسيه تاع الفساد هذا تدير المخابرات في رايك انت؟ شوف استاذ، كاين حاجه في الجزائر الكل يهاب المخابرات. لما زارتني المخابرات الجزائرية في سجن مدينة جديدة يوم الأحد 14 من فبراير 2021، جاء عندي نائب المدير، ثم جاء عندي مدير طامة محمد يرتعد، قال لي علاش عندك جماعة الديالاس؟
قال لي يا بن عطية أنت صغير ومحينك كبار، هذه الكلمة أنا متذكرها. أنا لاحظت مدى خوف هذا مدير سجن، الكل يخاف منه. لما جاء عندي ضباط المخابرات خاف، اليوم المواري سجعاني وحاول أن يعرف علاج جاء عندي ضباط المخابرات. أنا حكيت لك الضابطين اللي زاروني بأمر من عند الغني راجدي. نعم، راح نرجع لهم من بعد لما نتكلموا على سجنك، على الموضوع أنت لما سجنت ولماذا سجنت وكيفاش تعاملوا معاك وإلى آخره. لكن هذا الفساد منتشر خاصة في هذه الملاهي الليلية وبإشراف من جهات رسمية أساس المخابرة، وأن الملاك هم قضاة في الغالب وكلاء جمهورية يعني أساسا، يعني نتاع النيابة أساسا، مع بعض الضباط، ضباط سابقين أو لاحقين يعني الآن موجودين في الوظيفة أو ولكن عندهم تسميات دايرين أشخاص. أستاذ إضافة، الفساد مش فقط في الملاهي الليلية، حتى في المجمعات السكنية المستفيدات هناك ملاحظات. تصيب مجمعات السكنات الاجتماعية أو الأديال والألبية، تصيب نساء عازبات واستفادوا. اللي ساهم في تلك الاستفادة ودعمهم هم ضباط المخابرات أو ناس واصلين في السلطة، ويجوا يجوزوا عندهم فترات حمراء ويبعثوا يديروهم كما مصيدة لاصطياد المسؤولين ويصوروهم ويقارديوا هذه الفضائح الأخلاقية. يستعملوهم كطعم يعني. نعم أكيد، يعني عندهم شبكات واسعة ومتغلغلة مش فقط في الملاهي الليلية. هذه تاع السكنات اللي مدوها خاصة لنساء فاسدات يعني.